ما طبعا اقدرش انكر. هقول لحضرتك حاجه، قول لي. لغه الارقام اللي انت بتحبها، اه تعرف ان ريال مدريد هو اكثر تتويجا في العالم في التاريخ ب 28 بطوله؟ عارف ماشي. الاهلي هو المركز الكام؟ كام؟ الثاني ب 24 بطوله، يعني دي مواجهه ما بين الاول والثاني عالميا في حجم البطولات. يعني لك ان تتخيل ان انديه العالم كلها بما تحمل من نفوذ ومال و و و و الاهلي بيتفوق. لا هي القصة، أنت فاهم القصة، مش قصة فلوس خالص. قصة تاريخ بيتكتب، مجد بيتسطر، قصة عزيمة. ولاد كان بيلعبوا من سنتين في نص النهائي أمام بايرن ميونخ بطل أوروبا في قطر، وكمان يومين هيلعبوا أمام ريال مدريد في المغرب في نصف نهائي كأس عالم أندية. طب عندي كل سؤال، وارد. عندي سؤال، ريال مدريد عندي سؤال بعد إذنك. يعني تفتكر الأهلي ممكن يفوز على ريال مدريد؟ وإذا فاز ده معناه إيه؟ يعني هيؤثر على الأهلي إيجابيا إلى أي مدى؟ طيب وإذا ما فازش هيحصل إيه؟ طب ممكن تحط إيديك على عينيك؟ أهو ثانية واحدة، تخيل معايا كده، تونس كانت تكسب فرنسا بطل كأس العالم 2018 1-0 في كأس العالم الأخيرة؟ ما كناش نتصور ده. طب تتصور ان كاميرون تكسب البرازيل كانت المرشح الاقرب للقب السنه دي 1-0؟ لا برضو. طب حط ايديك الاثنين بقى عشان الجايه اتقل. اهو تتخيل ان المغرب توصل للمرحله اللي وصلت لها في كاس العالم الاخيره؟ برضو ما كناش متخيلين. كان اكثر احيانا ان احنا بنصعد للدور الثاني. هل اصبحنا في زمن المعجزات؟ ما فيش معجزات. كره القدم 11 ضد 11. كره القدم دلوقتي العطاء في الملعب. مفيش حاجة اسمها كده. اللي بيحترم الكورة، الكورة بتحترمه. صح. الأهلي النهاردة ما كانش في أفضل حالاته. وكولر من وجهة نظري بالغ شوية في احترام الفريق الأمريكي. إنه كان متحفظ شوية وتلعب بثلاثة في ارتكاز في نص الملعب وغير المثلث الهجومي وكاد وقاد حاجات كتير قوي. أوكي. لكن في النهاية في حزيمة. في لعيبة قاعدة على الدكة مركزة فنزلت غيرت الشكل. فالتوفيق دايماً بيساند المجتهد صاحب العزيمه الاقوى والاراده الاقوى والطموح الاقوى بامر الله.